شكل موضوع تعاطي الكوكايين من قبل لاعب مولودية الجزائر هشام شريف الوزاني موضوع الساعة بالشارع الرياضي، خاصة وأن سقوط اللاعب باختبار الكشف عن المنشطات واعترافه بالذنب المقترف جعل الكثير يتساءل عن طريقة معالجة المحاكم الجزائرية لهذا النوع من المخالفات. الانسان اللي كمن مخدرات ولا يتعاطى مخدرات ولا يبيع المخدرات ما تقدرش تحاسبه حتى اليوم الواقعة، ما تحكمه متلبس بها. دروك لجنه الانضباط هذه مجلس تاديبي ولجنه الانضباط تما دوك تاع الفاف ولا تاع الاخر هي اللي هنايا هي اللي تصدر العقوبات نتاعها تجاه اللاعبين، وتما تكون صديق وتكون وفقا لادله ولا قرائن، وتكون ماشي مجرد اعترافات، باسكو الاعترافات ماشي مجرد اعتراف، خاص تكون دلائل وقرائن. هشام شريف الوزاني وبسن 23 ربعا سيكون أمام مستقبل غامض، خاصة وأن عقوبة السنوات الأربعة المحتملة تسليطها على اللاعب ستجعل من ابن مدينة الباهية مهددا بالاعتزال المبكر.